صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي روتين جديد. كيف العادة درت معاكم الروتين ديالي اليومي، كيفاش تنظم نهاري. تنتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوش الاشتراك ولايك وتعليق وبارطاجيو مع اصحابكم ومع احبابكم، وتنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. دابا يلا فطرنا انا وبنتي، كنا انا عسلين اليوم ما مشيتش للبيرمي وصافي، وكنا انا عسلين. وقبل ما نبداو الروتين ديالنا غادي نشارك معاكم واحد جوج ديال اللقطات زوينين زوينين بزاف، وتنبارك الجميع المغاربه والمنتخب الوطني المغربي، برافو عليهم صراحه، مبروك عليهم والله، وصلنا لكشي اللي كنتمناو كاملين، اللي في بالنا كاملين اننا هو اننا نديو كاس العالم. يا ربي تيسر، اللهم يسر ولا تعسر يا رب. المغرب والناس محيحين تبارك الله، الناس فرحانين كلهم في جميع انحاء المغرب، في القرى ديالها وفي المدن ديالها، الله يكمل علينا. هذا بالخرشوف تجي لذيذه بزاف، هانتوما تبعوا معايا. دابا سلقناه وغادي نصفوه الماء هنايا في هذه الشبكه هذه. طلقت الماء طلقت الماء البارد حيت اختي هذا الماء هذا داير سخون طيب، الله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم، لا نكبوا على شي شي، بسم الله الرحمن الرحيم. المهم انتوما معايا بلا ما نطولوا في الهضره. المهم اختي غادي تجيبي واحد المول ديال الفران على هذا الشكل هذا ولا اللي عندك، وغادي تجيبي الحكاكه، وغادي تجيبي هذه لابان ناشف هذه الكريمه المالحه، ولا غادي تصايبي البيشاميل، انا معكازه وصافي. وغادي تجيبي الفرماج، داكشي اللي عندك ديال الفرماج غادي تستعمليه. انا غادي ندير هادو فرماج عادي، وغادي ندير هذا حتى هو غنحقو وغادي نديرو. وهانتيا معايا يا اختي تبعي. ايوا من بعد ما هادو تقطرو من الماء، ها هو الفرماج، والفرماج الاخر هنا. وغادي نجيبو ديك لابان وغادي نكبوها بحال هكا كوبي. هاكايا لالا غادي تكبيها، راه حتى تجي بنينه يا اختي هذاك القرشوف. يا الهضره القرشوف، والله هذاك الخرشوف، هذاك الخرشوف انا كان ما تعجبنيش، ولكن ملي جيت لهنا بقاو عليا يكاردي يكاردي هكا بنان داي. قلت لهم شنو ما داي كاردي، وانت ملي جابو لي هكا الخرشوف. ولا لا غادي غادي تبقاي ديري هكا، غادي تغطي كله بهذا بحال هكا. كنعتذر على التصوير حيت العكاز وصافي، ما فيه الا يجيب ديك اللعيبه باش نزكيه. مرمدي وحطي هكا، صافي هكا كرسي. وغتشكريني عليها اختي، هانتي جربيه والله تشكريني عليه. هذه وصفه دايزها الكلام والله. دابا الخرشوف هادي هي وقتو كيما كتعرفوا، عنده فوائد صحيه عجيبه عجيبه جدا. ايوا جيبو واستفدوا منه. هانتي هي، هانتي الا ما بغيتيش تشري اختي هادي سميتها
هاد لاباننا هادي ديري صلصه البيشاميل راه تجي حتى هي واعره بنينه. انا مشى عليا الحال اختي وما درتهاش وصافي. حيت دابا 5:30 حنا 6 تناكلو باش تنعسي خفيفه وهكا. انتيا ناري بنتي مضروبه على الفرماج، كلت ليا الفرماج، دابا اش غنديرو دابا؟ ودابا انتيا مالكي حتى فيك الجوع ديال الفرماج؟ ناري يا حبيبه كليتي ليا كلشي، عرفتي هي راه والله والله العظيم وتجيب ليها ما عرفت شحال ديال الفرماج حتى تاكلو في البلاصه. سبحان الله العظيم انا ما عنديش زعما مع الفرماج حتى لديك الدرجه، وهي دخلها بون باستا ها اون بريندي لالترو باستا فاي لا باغي ماني بانيو يلا باي سيري غسلي سيري نتي فيها شويه قبل ما نكمل هذا الشيء هذا. يا ربي ما عرفت واش هو داك في الملحه ولا الاندوخ، والله الا واعر يا اختي واعر بنين بنين بنين. المهم نزيد له شويه ديال الملح. ها انتيا ايوا انتي اختي من بعد ما رشيتو بالملحه زدت عليه داك الفرماج، ودابا غادي نغطيه بهادي ها وغادي ندخلوه للفران. ايوا انتي اختي غادي تلوحيه للفران على درجه 180 درجه وصافي لمده 15 دقيقه واجد. انتوما يا البنات الطبقه ديالنا ديال الخرشوف تيجي على هذا الشكل هذا ملي طيب. شوفوا شوفوا كيفاش تيجي تيشهي بالفرماج والمذاق، خاصك تجربيه اختي راه بنين 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 كتار ما كنت نتخيل انايا. واعر 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 بمعنى الكلمه. انا كليت منه يا ذا وغنزيد يا اختي عجبني، وطبق خفيف للعشاء ماشي شي حاجه ثقيله. لا تسمحي لي يا راه صور شويه بلا ما تزقيه بشي حاجه التليفون راه شويه متعب. اظن انا هانتي شوفي اختي تيجي بنين ها تيجي واو ها تبارك الله وصلات على النبي وصافي. ودابا يا البنات شعلت العافيه نسخن الدار وعندي هاد البومبري هادي شحال هادي هو بقى عندي في الدار اصلا جميل المذاق ديالها ليها بحال الا بنتي دخلها البروده وهكا وقلت بلاتي ندوزو فوق هذاك وبعدي دابا مادام انني شعلتها وغنشوفو كي غايجي الا جابني هي اللي كنجيش نصبق عندي ماكشي ديال السنين. ايوا دابا يا البنات يلاه ساليت الفيرمي وانا تنتسنى في الطوبيس هنا. واحد النهار بارد بارد وتقريبا تطيح الشتا تعطل عليا الطوبيس صافي وجالسه تنصور لكم. ايوا صافي وبصراحه اليوم اش غنقول لكم جاني واحد جديد وهو شي شويه قاسح، ولكن بصراحه بان لي تتعلم منه اكثر من الاخر حيت الاخر ظريف بزاف وكل شيء، ولكن هو يقول لك الحاجه ديريها ما درتيهاش يعاود يقولها لك. هذا وهي كيقول لك الحاجه وما ديريهاش ديالتك ما تعاود. انا دابا 3 شهور وانا سميتو وانا في هاد الفيرمي هذا وباقي ما كملتوش بصراحه. كلش تيقول لي تعطلت يا هاد الشيء يا هكا عصبوني، ولكن بصراحه انا عندي واحد الخوف بزاف بزاف هاد الخوف هذا هو اللي تيخلينا نغلط بزاف، ويا ربي تسهل الامور. ها انتم يا البنات البنات والدراري وكاع المتتبعين ديالي، ها انتم راه عندنا الشتا اليوم صباحات الشتا اليوم. ومشيت للبيرمي زعما الترفيس ديال الصباح. انا دابا بوحدي اللي غادي فهاد لا كامبانيا ديال ليطاليا. ها انتم شوفوا ليلى ايوا مشيت للبيرمي. البيرمي باقي كاع ما بغى يسالي ناري يا ربي. دابا كنت يعلمني واحد صفته لواحد البلاصه ايوا وجا واحد اخر في بلاصتو، ومع انا عندي واحد الخوف كتار من الخوف، عندي الفوبيا يا اختي من السوقان. ملي تنكون في الطوموبيل تنخاف نقيس شي واحد ولا يقيسني شي واحد ولا، وبهذه كثرات الخوف. وهذا واحد جدي بزاف في الخدمه ديالتو ناري، تندوز معاه هذيك ساعه غير بزز تيدوزها عليا تيدوزها عليا. والله عرفتو والله الا الا تنعاني ما كرهتش يا ربي انت غادي تطلق مني هاد الخلعه هادي، وتا انا نبقى نسوق بحالي بحال الناس. الطوموبيل راه شراها ليا شحال هادي
شي 5 شهور باش شرا ليا طوموبيل. من نهارش دوزت لا براتيكا ونجحت فيها، من نهارش هو خدا ليا واحد الطوموبيل. ايوا راها غير تماك، ولاو تيقولوا لي واش تبيعها لينا، اش بغيتيها وهكا. وهو دابا تيقول لي غير سيري دوزي باش ما كان، الا ما نجحتيش وهكا، الا ما نجحتيش زعما ونبيعها. ايوا دابا تنقول لهم نمشي ندوز، تيقولوا لي لا الا مشيتي هكا غضوبلي. قلت لهم غير خليوني ما كيهمنيش صافي، واخا راه كيهمني انا يا بنتي، راه الا ما ديتهاش للمدرسه راه ما كاينش اللي يديها، راه حنا بعادين خارجين على سميتو، خارجين على البلاصه فين كاينه المدرسه وفين كاين كلشي. ها انتم راه غير لا كامبانيا كوا، زعما الله يشوف من حالي وصافي، والله يجعل هاد الخوف هذا يطلق مني يا ربي. والله الا كنت نورمالي زعما ما عندي لا خوف لا والو، كون واش شديت البيرمي ديالي شحال هذا ما خلى ليا فلوس. هذا كان تيعلمني بواحد الطريقه، ولا تيقول لي راكي قريبه تمشي للامتحان، جا هذا ثاني ضرب ليا كلشي في الزيرو تامن. كيفاش تنشد داك البولانتي قال لي انا ماشي هكا. وي 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 وهذا كيتعصب، راه دغيا بغى يتعصب عليا. الا وراني شي حاجه ونسيتها راه غادي ياكلني، خاصني ما ننساهاش، وعنده الحق. وبصراحه هذا اللي كان خاصني من الاول، اما الاخر ضريا في الاخر بزاف، واخا نسي يقول لي ماشي مشكل. وتا انا بحال استحليت بحال هكاك صافي، استحليت هذاك اشتغل. ما هو واخا نساي عاود يشرح لي الحاجه، هذا نو والله تنساي، والله تنساي ديال داك ما تعاودي. يقول لك واش انا نبقى غير نعاود لك هنايا؟ صافي علمتك حاجه مره واحده خاصكي تعقلي عليها. يا ربي تيسر يا ربي، دعيو معايا عافاكم، دعيو معايا نشد هاد البيرمي نشدو، حيت انا تنعرف نسوق ماشي حيت نشدو. صافي يا ربي تحيي مني هاد القلعه هادي، والله راسي تيقول لي كون كنتي ترانكويلا كثر كون غتسوقي احسن من هكا. ولكن انا داك الخوف كيخلينا نغلط بزاف وننسى بزاف. يا ربي انا باقا غادي في الطريق، دابا راني قريبه نوصل للدار يا اختي. واحد البرد، واحد البرد، اش غنقول لكم؟ كيف ما تشوفوا مكبطه ومع ذلك البرد بزاف، سبحان الله. اليوم واحد النهار اش غنقول لكم؟ الحمد لله على ما عطاني ربي. ايوا صافي نوصل، وخاصني نسخن الدار، وخاصني ندير الغداء، وخاصني يعني اش غنقول لكم؟ تبعاني حال من حاجه والله. ويا ربي تيسر عليا، دعيو معايا دعيو معايا، خلاص ندير ننسى هاد الخوف هذا، ها وان شاء الله نمشي ندوز وننجح. راني والله الا تكرفيس، وبالاخص في هاد البرد هذا، تنخلي بنتي غير عند العكوزه وتنرجع تاني، خاصني ندي البنت، وخاصني نمشي تاني نسخن الدار، وخاصني بزاف ديال اسميتو، وتتلقاي الدار بارده متلجه. المهم اعزائي المشاهدين، هادشي اللي كاين بالنسبه لليوم، هادشي اللي قدرت نصور ليكم من الحياه ديالي اليوميه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك ولايك وشي تعليق، يكون كيف ما كان. خليوا لي ارائكم، واش الفيديوهات ديالي تيعجبوكم ولا ما تيعجبوكمش. المهم انا دابا راني قريبه غير ندير هذا الدور، وها انا وصلت للدار. تنقول لكم شكرا لكم بزاف، شكرا لاي واحد دعمني بشي حاجه، بمشاهده بلايك باشتراك، شكرا ليه بزاف بزاف، وتهلاو ليا فريوسكم، وبسلام عليكم.